سلام الله على الليلة الضيوف ثني الترحيب ولا منه بدل لازم يسوق النفس مرضية على علم المراجل يسبقونه للوفا والطيب ونفس القرم دايم للعلوم الغانمة حية وترى راس المراجل طاعة الله مقر الطيب وعلم ينفع كلامت واخلاص وحسن نية وترى راس المراجل طاعة الله مقر الطيب وعلم ينفع كلامت واخلاص وحسن نية وترى راس المراجل طاعة الله مقر الطيب وعلم ينفع كلامت واخلاص وحسن نية المراجل. تعلمون وش أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ أكثر ما يدخل الناس الجنة وأثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. تراها بضاعة الرجال الأوفياء المؤمنين. حسن الخلق تكف الأذى، تبذل الندى، تطلق الوجه، وترى هذه يا أبنائي والله غالية، ولذلك بعض الناس تحبه تقول والله ونعم أبو فلان ونعم. ليه؟ قال يا أخي وجهه طلق، في وجهه نور، في رحمة بالصغير، في توقير بالكبير. ومن هنا نقول اللي يبقى أو يبغى يصير على رأس المرجلة فلا بد أن يحسن خلقه. لكن هل حسن الخلق سهل؟ ايش رأيك؟ مو بسهل صناعة، مو بسهل. لماذا؟ لأن الجنة أكثر من يدخلها هم أصحاب حسن الخلق. لذلك أحبابي بعضنا يقول والله أنا معذور يا شيخ، أنا طيشوا راسي وشيء وششت كذا وثم بطشت بالرجل الفلاني، فلقته، طحنته، لعنته، شتمته، ضربته، ليه ما مسكت نفسك؟ لماذا لم تكظم غضبك؟ لماذا ما تتحكم في تفاعلاتك وانفعالاتك؟ لذلك يا أبنائي حقيقة اللي يبغى يقعد على عرش الرجولة، وترى للرجولة عرش، اللي بيصعد على هذا العرش ولا بينزل يضبط إيقاع أخلاقه. ولذلك كل إذا واحد ماشي ولف عليك وش تسوي؟ والله أنها علوم، يمكن شوي لف عليك، يا الله يهديك، الله يحفظك، الله يكفيك شر سيارتك. هذا أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبنا عليه الصلاة والسلام ما يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله فقط، ما سوى ذلك فهو ما شاء الله. حبيبنا عليه الصلاة والسلام ساكن النفس مطمئنها. ترى بعض الناس يظن أن الرجولة منفذن كمومة وناسفن كذا، ويرى أن كل واحد مر عليه وأخطأ لابد يلحقه لعنة، يلحقه شتمة. ولذلك بعض الناس تمر على أنا مرة في موقف رجل لحيته شابت فيها شيب، ومر له على ولد معه عجرة يقول للشايب انزل. الشايب يوم شافه بالعصا سكر السيارة خايفا من المشاكل، فقال له الولد هذا اللي مو هو برجل يقول للرجل كانك رجال انزل. قال له والله أني ماني برجال، أنا رجال، أنا ما عمري صرت رجال. يبي يطرده ولا هذا ونعم، هذا رجل. لذلك أيها الأبناء الغالين، الرجولة ما هي بأنك تعطي نفسك هواها، الرجولة تحكم أعصابك. وبما أننا تكلمنا عن الكبار أحبابي، هل من الأخلاق الحسنة أن يكون شايب كبير واقف وبعض الشباب قاعدين وشايبني بيشيل لها غرض، وتلقى بعضهم يتفرجون؟ والله مهيب رجولة. ليس منا، يقول صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم من صغيرنا. صغيرنا
وهنا أقول أيضا مو بعد مرجلة ولا طيب أن الإنسان يرى الصغير ثم يجعله في ألم يتألم. بعض الأطفال يبكون من ظلم الكبار، خاصة في البيت يصير بعض الرجال شباب في الثانوي في أول الجامعة وعندهم أخوان صغار، فتلقى لهم ما راكبها الهم والغم، تقول خلك رجال وارحم أخوانك. والله أنها صادة، خلك رجال وارحم أخوانك، وتلقاه هو نفسه راكب، تقول للرجل راكب فوق راسه واضع على راسه ريشة. الرحمة، الجمال، الرحمة بالصغير رجولة. وترى معظم أيها الأبناء الغالين، معظم الآباء والأمهات تقر عيونهم مو باللحية فقط، وأن يكون الابن أنه يكون ما شاء الله مشخص بعقال ولا غترة ولا يسوق. معظم ما يجعلهم يسعدون يوم يرون الرحمة في قلب هذا الابن الرجل بقلوب إخوانه والرحمة بالأبوين. هذه بعض معاني الرجولة في حسن الخلق، وحسن الخلق كما قلت هو أعظم أبواب الجنة، لأنه أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة أن تواصى على البر والتقوى، وأن تواصى على نصيحة إخواننا، وتقدر تقول للي ساء خلقه كن رجلا حتى كن رجلا بحسن خلقك.